احتفالاً باليوم العالمي للطفولة وتحت الشعار معاً لحماية أطفالنا، الجمعية الثقافية الرحاب بالتنسيق مع المجلس الشعبي لبلدية البليدة، مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة تنظم حفلاً متنوعاً للأطفال يوم الفاتح جوان 2019 بساحة الحرية بباب السبت. الموعد مع الحكواتي وفرقة عبد القادر علولة للمسرح، ألعاب بهلوانية مع المهرج بينجو، ألعاب الخفة مع الفنان إبراهيم سكال، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال الموهوبين والكثير من المفاجآت في انتظار أطفالنا الأعزاء. كونوا في الموعد يوم السبت الفاتح جوان بعد صلاة التراويح بساحة الحرية بباب السبت. كل عام وأطفالنا الأعزاء بألف خير.